متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار. 33 درجة مئوية متوقعة خلال فترة الإفطار الملموسة، 30 الرطوبة منخفضة حوالي 12%، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلات السرعة. انتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لنهار اليوم في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 36 22، عرعص 36 إلى 21، أما تبوك طقس حار بشكل لافت 38 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 41 إلى 29، جدة 38 إلى 29، مكة المكرمة 43 إلى 31، أما الطائف 31 إلى 22. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة فرصة ضعيفة لزخات من الأمطار 29 إلى 22، أبها 30 إلى 19، جازان 36 إلى 33. المنطقة الشرقية، حفر الباطن، أتربة، مثارة 35 إلى 24، الإحساء نفس الشيء 38 إلى 24، أما الدمام رياح نشطة 36 إلى 27. المنطقة الوسطى، حائل 34 إلى 22، بريدة 38 إلى 23، والرياض طقس صافي 35 إلى 24. تابعونا في النشرات اللاحقة وإلى اللقاء.